هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الشكلمة. عشان نعمل الشكلمة عندنا دي الشكلمة بالطريقة السهلة السريعة، يعني عشان برضو نبقى واضحين، عندي هنا جوز هند، وعندي نص علبة لبن مكثف محلى اللي هو تقريبا نص كوباية، باتنين بياض بيض، فانيليا ورشة ملح. هعمل ايه؟ هاخد هنا البياض بتاع البيض، هاخد معاه رشة الملح، وهبتدي اضربهم لحد ما يبقى زي الفوم الابيض. عندي صاج عليه ورق زبدة، عندي ايس كريم سكوب عشان اغرف بيها الشكلمة. اللبن المكثف المحلى مش هستخدمه كله، هستخدمه لحد ما الاقي القوام بتاعي مظبوط. يعني ايه مظبوط؟ هوريكم القوام المظبوط يبقى ازاي وانتوا تظبطوا عليه. فانا مش هحط اللبن المكثف المحلى كله مره واحده. نحط بقى الفانيليا، ممكن طبعا تبقى بودره، مش لازم تبقى سايله. هبتدي انزل اللبن المكثف المحلى بالراحه عشان ما يهبطليش البيض، وهحط نص الكميه بس دلوقتي. ليه؟ لان ممكن ما استخدمهاش كلها. هبتدي انزل جوز الهند، وبرده مش هحط الكميه كلها. مفتفته بس اعرف المها بالايس كريم سكوب. معلش انا عارفه ان الناس بتبقى عايزه حاجه دقيقه جدا جدا جدا، بس انا احيانا بحب ادي كده مساحه من الحريه للناس. يعني اهو ده القوام اللي انا محتاجاه. معلقه واحده كمان لبن مكثف محلى. واخده بالك يا بصبص انت موجوده ولا مشيتي؟ وعايزه دي هنا شويه اي حجم انتوا عايزينه. انا هستخدم ثلاث ارباع، هملى ثلاث ارباع. شايفين عامل ازاي الشكلمه؟ اهي بصوا على الشكلمه اهي، بصوا طلعت اهي. بصوا بقى، اولا ريحتها تحفه. بصوا بقى انا لو مسكتها دلوقتي شايفين طريه جدا، هتتفتت مني. لازم اسيبها تبرد تماما قبل ما افكر اني اشيلها من على الصاج. كل ما هتدولها لبن مكثف محلى اكتر، كل ما هتمسك نفسها اكتر. كل ما هتدوها فتره اطول في الفرن، كل ما هتمسك نفسها وتنشف اكتر. بس انا بحب الشكلمه بتدوب في البق، فيعني ده اختياري، ولكن انتوا حرين طبعا، مفيش مشكله.